طبعا دي لقطات يا مصطفى من كابتن محمود الخطيب، تكريم كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي فور عودتك مباشره من بطوله الجونه والثمانيه العظام، ويعني بان عليك السعاده برضه يا مصطفى. يعني طبعا حاجه شياكه، وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي، تنادي روح كابتن محتاج يعني والمركز الاعلامي مستنيك، واستاذ طارق قنديل احد الداعمين الكبار طبعا للالعاب الاخرى، كابتن مرتجي والاستاذ العمري فاروق. طب ده بيدي لك دافع يا مصطفى؟ لا طبعا، لا يعني لحظات اللي هو يعني اسطوره كابتن محمود الخطيب طبعا، يعني يمكن انا الكاس اللي انا شايله ده يعني النصر الاهلاوي، يعني طبعا يعني الاهلاوي يعني حاجه، بص فخر كبير جدا. هي دي الروح ما بين النادي كلنا كاسره واحده منظومه واحده. انت لما ترجع من بطوله زي دي وتلاقي النادي الاهلي ورئيسه الاسطوره الكبير كابتن محمود الخطيب بيكرمك وحاسس بالانجاز اللي انت عملته، طبعا الدنيا بتختلف خالص. لا وانت مطالب يعني خلي بالك بمزيد، لان يعني كابتن محمود الخطيب دايما يقول لك انت خدت البطوله بقت ماضي خلاص، احنا بنتكلم في اللي جاي. لا يعني الواحد لما شاف يعني لما شفت الفيديو دلوقتي بقى اللي هو الفرحه يعني مش طبيعيه، يعني كابتن محمود الخطيب بقى اتكرم معايا وسط المجلس، لا حاجه. وبعديه جه تكريم وزير الشباب والرياضه كمان دكتور اشرف صبحي. طبعا لا يعني يعني برضو الدوله المصريه ممثله طبعا في وزيرها بتكرمك، فدي برضو يعني حاجه اكيد يعني. وعلى فكره التكريم ده مش ليك برضو يا مصطفى بس، الجهاز كله طبعا، كابتن محمود والدك والدتك النادي الاهلي، فده يعني في حد ذاته يعني بتهيألي انت اسعد واحد يا كابتن محمود. اكيد يعني اكيد اسعد واحد طبعا، يعني اسعد انا لما مصطفى بيكسب ببقى عارف اللي هو كاني انا اللي كسبت.